إذا شي مرة وقفتوا على شط البحر واتطلعتوا بالبحر قدامكن والشمس عم بتغيب، بتشوفوا الشمس عم تنعكس على هالبساط الأبيض على وجه المي، هالبساط اللي اسمه الزبد يلي اسمه الرغوي باللغة المحلية، تضرب عليها الشمس بتصير تلمع، بتقولوا شو حلو شو حلو هل عم يلمع، بس هل عم يلمع كل ما قرب صوبكن على الشط لما بصير على الرمل بيبلعوا الرمل وبيبلعوا بحص الشط وبيخلص، بينما بقلب المي بتبقى حبة اللولو، حبة اللولو ما بتتأثر بموجة عليت وموجة نزلت، ما بتتأثر بالموجة يعني ما بتتأثر بالموضة، الموضة والموجة بيمشوا سوا، حبة اللولو شو همها؟ باقي مطرحها باقي بالأصالة باقي بالثابت مش بالمتغير وبالمتحرك. هل حبة اللولو هل مطرحها دايما ثابت؟ هل دايما حامل قيمتها؟ كتير بتشبه سلوى الأطريب. شكر كبير للجنة الميراكل دور، بشكر أهلي اللي دعموني وعائلتي الصغيرة اللي هي زوجي وبنتي، وسائل الإعلام كلها، شكر كبير لأستاذ روميو لحود لأنه كل الأعمال من أمضاه هو يلي أنا هون هلأ واقفة بسبب هالنجاحات. مرسي إلكم. هلأ في شغلة حلوة، إني أول مرة بنتي راح تشاركني بأغنية خدني معك مع أستاذ إلي عليا. خدني معك يا حبيبي يا حبيبي.
حبيبي مطرح ما لون الأزرق غام نمشي سوا يا حبيبي يا حبيبي عأرض الرمل الفيها عشاك خدني معك يا حبيبي يا حبيبي مطرح ما لون الأزرق غام نمشي سوا يا حبيبي يا حبيبي عأرض الرمل الفيها عشاك بعبي الهوى